صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير. شو تعودوا كديرين؟ لاباس عليكم. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شو تعودوا يا البنات؟ صحيحه لاباس؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتوا نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو. اليوم كما شفتوا في العنوان راه جايه عندي فاطمه طاطا، مرحبا بها والف مرحبا، راه بحال اختي وعزيزه عليا، ومشي عزيزه عليا تزالي اكثر واكثر والله العظيم. واحد الانسانه اللي انصت ظريفه والله يعمر لها الدار، لا هي لا والديها، وجايه عندي وهي وليدها، ومرحبا بها والف مرحبا. وراك عارف راه كما شفتوا في الفيديو اللي قبل، ملي تيجي عندنا الضيف خاصنا نكبروا بيه. اول حاجه البنات نط الصباح، هي هذه فكيت عينيا، مشيت باش نوجد الملوي. كما الملوي درت فيه جوج زلايف ديال الفورس وجوج وزلافه ديال فينو، وغندير معاه خماره حمراء صافي. وغنغربر داك الشيء كامل. يعني قلت لكم الخماره الحمراء هي نديروها فيها، تجي زوين الخماره الحمراء، تتنفخ عليكم الملوي، تيجي زوين وتيجي هشيش وتيجي رطب. بزاف الناس تيقولك شنو علاش ديروا الخماره ديال الحلوى؟ جربوا الخماره ديال الحلوى، راه تتنفخ لكم لا المسمن ولا الملوي، تيجي زوين صافي. وغنوجد هكا الملوي، غنوجد يعني ميني بيتزا، غنوجد كيكه، غنوجد كامل هادشي معاكم. ميني بيتزا غنعجنها، ولكن ما غنوريهاش لكم، غنخلي لكم العجينه ديالها غير في صندوق الوصف باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. شوفوا هانتوما كما تشوفوا هذه العجانه، او هذه ثاني مره وانا تنعجن فيها ولكن صدقت زوينه البنات، والله الا زوينه معتبره، تتعجن زوين وزوينه. والحاجه اللي زوينه فيها هو في هذيك البلاستيكه صافي. هانتوما كما كتشوفوا هنايا راه العجينه ديالي تعجنات وطرخات، جات زوينه. غندير لها واحد شويه الزويته باش نجمعها وباش تجيني رطبه صافي. غنجمعها بحال هكا وغنديرها في الطويسه بحال هكا، هنايا نديرها في الطويسه وغندير عليها السلوفان وغنخليها تخمر. الملوي قد ما خليته يخمر قد ما راه مزيان، تيكون تيجيكم رطيطب وغزال. خليها وغندير عليها واحد الشي، عطيني واحد الشيفونه يعني باش تخمر هذاك صافي. ها هو غندير عليها واحد الشيفونه تاعو الثاني هكا باش تسخن، راك عارف الحال بارد. ونخليها ويلا ندوز نديرو كاملين مجموعين واحد كيكه غنوجدها معكم غزاله. بناتي يلا دابا ساليت وجدت هكا، درت ميني بيتزا، غنخلي لكم الفيديو ديالها في صندوق الوصف. بغيت نشارك معكم باش ما يجيش الفيديو طويل، العجينه تجي زوينه. قلت ندير ميني بيتزا حتى هي نزيده ونعمر بها الطابله ونكبروا الضيفه هانتوما تجي غزاله. نخلي لكم الفيديو ديالها في صندوق الوصف، العجينه تجي زوينه ديال البيتزا، ودرت منها من ميني بيتزا صافي. يلا دوزو باش نوجدوا الكيكه مجموعين، واحد الكيكه سهله غير كيكه وغنزوقها وصافي، هادشي اللي كاين. وراكم عارف شفت الملوي ونحط الحليوه وهادشي اللي كاين. بنات بالنسبه لهاد الكيكه اللي غندير كيكه عاديه، غنحتاجو فيها 4 البيضات، غنحتاجو فيها جوج خمارات، غنحتاجو فيها فانيا، غنحتاجو فيها دانون فاني والزيت والدقيق. وبالنسبه لدانون فاني تقدروا ديروا حتى الحليب، يعني حتى هو تقدروا ديروا، حتى هو تيجي فيها زوين، تعوضوه بالدانون. ندير 4 البيضات، تقدروا ديروا 3 البيضات ماشي ضروري 4. وكاس تاع السنيده راني نسيتها تنقول شي حاجه ناسيها ومشات ليا من راسي. وكاس تاع السنيده والله العظيم الا شوف شي مره العقل والله العظيم باش يبقى. كاس تاع السنيده تاعي غنديرها مع السكر باش نخدمها بجوج صافي البنات. وغنزيد كاس تاع السنيده وغنبدا نطرب، نخدم البيض والفاني والسنيده هما الاولين تنخدمهم مزيان، ولا كان عندكم الطرب الكهربائي يكون احسن، ولكن انا ما عنديش، خدمتها غير بالطرب اليدوي. وغنزيد عليها واحد كاس تاع الزيت. هاد الكيكه راه ساهله بزاف، يعني راه معتمده عندنا كاملين وعند بنادم كامل هاد الكيكه. وغندير ليها دانون فاني
وتقدروا بالنسبه لدانون فاني تقدروا تعوضوه بكاس تاع الحليب ولا كاس تاع الليمون، حتى هو تيجي غزال، تيجي زوين، تيجي تتجي الكيكه فتيه تجي حتى في المذاق غزاله. صافي غنبدا نزيد، غنبدا نعبر نعبر الدقيق بدل دانون، هو غنبدا نعبر به الدقيق، يعني ندير منه ثلاثه الكيسان وغنزيد جوج خمارات معاه. صافي البنات، هنايا غندير بالنسبه للدقيق غندير ثلاثه الكيسان تاع الدقيق، غنعبرهم بالكاس تاع دانون وغندير معاهم جوج خمارات وغنغربلهم مزيان كما تشوفوا. راني خديت هذيك باش نغرب الدقيق، بزاف بنات كتقول لي الا ما خدي الدادير باش تغرب لي الدقيق، خديها. انا خديتها غير بخمسة دراهم من السوق النموذجي، ما لقيتش داك الاخرين زوينتي هذيك لا ماكوم، ديك الماركه اللي زوينه كاينه بالاحمر ما لقيتهاش، وكانت عندي ولكن كانت قدامت وكت كتلحتها، ولكن تا هادي زوينه، تا هي تديره منفعه تتغربل تايا. صافي هادشي اللي كاين البنات، غنبقى نزيد شويه الدقيق ونخلط الخليط ديالنا تا يوجد لينا. من بعد فاش خدرت الخليط ديالي خلطته، غنجيب غندير الكيكه هذا في المول العجين. صافي غنبدا نقلب الكيكه ديالي، ها هي نزوها الفوق، نهزوها الفوق بحال هكا، تتجي زوينه هاد الكيكه، تتجي هشيشه. حتى هي الكيكه ديالي وجدات، غنحطها دابا طيب. باش نوجد معاكم الكريمه اللي غندير فوق داك المول العجين، قلت لكم الكيكه غتكون ان شاء الله سهله ماش تحدي هذه. غنحتاجو فيها هكا نص سطرو تاع الحليب، وغنحتاجو معاها جوج معالق ديال السنيده، راه كافين جوج معالق ديال السنيده، ما ديروش كثر، جوج معالق هما جوج معالق. وغنحتاجو داك كريم باتيسير، باش نحيد هادشي عليا، غنحتاجو هاد الكريم باتيسير. ها هو كاين كريم باتيسير فاني، كاين كريم باتيسير ديال الحامض، كاين كريم باتيسير ديال الشوكولا. انا خديت ديال الفاني حقاش راك شفتو في الكيكه درت فيها دانون ديال الفاني. تقدروا ديروا نتوما بحال بالنسبه اللي بغيتو ديروا باتيسير ديال الشوكولات، بالنسبه للخليط ديال الكيكه ديروا دانيت شوكولات وديروا معها كريم باتيسير ديال الشوكولات، غيجيكم غزال. باش نحل هذي كريم، عاد المهمة الصعبة هو كريم، منقدرش نحل أنا بحال هاد الشي. موز أنا معلقة من هاد الأخر، ثلاثة المعالق ديال كريم باتيسير، ثلاثة المعالق ها المعلقة الأولى، ها المعلقة الثانية، وها المعلقة الثالثة. ديالي وجدات، انا مابقاش عندي الحليب، تقدروا تسقيوها نتوما بالحليب سخون باش تجيكم رطبه، واصلا انا جاتني رطبه يعني ما حقتش ما كثرتش فيها الدقيق. صافي انا وجدت كريم باتيسير فوق، درتو فوق العافيه حتى حاد ليا وعاقد دابا. صافي وغنخوي عليها دابا، نخوي تجي زوينه وسهله و تعطي داك المنظر داك الشكيل. ايوا صافي هادشي اللي كاين هداكا. غنشد هكا الفيرميسيل غنزوق بيه،
نزوق ليه هكا الجديدات باش ندير واحد المنايدر زوين للكيكه. ها هو بحال هكا. ها خصكم راه ما عندهاش مع التزواق. ها قبلوا عليا صافي. هكا بقى غادي ما تطير بحال هكا. باش العين تجي اصل العين حتى هي تتاكل تتاكل كثار من الكرش. العين هي اللي تجرك بحال هكا. غادي تسطر نعمرو باش يعطي ما يجيش خاوي. هكا من بعد البنات فاش خليت الملوي ديالي يخمر غنحيدو من هنايا وغنديرو كويرات. صافي غنصيبو كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما واش كبار ولا صغار. البنات هنايا فاش خليتهم يرتاحو درت شويه فينو هنايا زوقتها غنديرها في الثلاجه حتى تبرد لينا ونقدموها تساعدو تنفخ وتولي زوين زوينه تشغل. وانا حطيت الزبده والزيت يذوبوا غنبدا ندردر القمح فوق من المسمنه باش تيجي زوين تيجي مهير باش غنزيد شويه الزبده والزيت فوق منه. هو الملوي قد ما خليته يرتاح وقد ما عطيته هكا الزبده تيجي زوين. صافي غنتني على هكا على هذا الشكل بحال هكا. فاش قرصتو بحال هكا شفتوني كيفاش درت ليه على الشكل طولي بحال هكا باش يجي في هاد الطوله وفي هاد العرض. صافي تبداو تخدموا فيه بحال هكا تبداو تقرصوا فيه باش تشكلوه بأريحيه بحال هكا. صافي تنبدا نلوي بحال هكا تنبدا نلوي فيه بحال هكا لوي بحال هكا لوي تجي هاد الطريقه ساهله لوي بحال هكا. وها نتوما هاد الجناب تنخشيهم هنا ونحاول نتقبهم من هنا. صافي تنقرصها هي بحال هكا تنقرصها بحال هكا ندير لها هاد التقريصه بحال هكا. هذا بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما تيعرفوش الملوي. ها هو هاد الطريقه شفتوها كيفاش تجي. صافي غنخليه يخمر. انا نعاود معكم واحده اخرى بحال هكا نقرصها. كنتمنى الطريقه تكون باينه لكم وشرحت لكم مزيان بحال هكا نقرصو مزيان باش ما يبقاش لكم معجن.
بحال هكا صافي. غندلوي هكا غندلوي اللوي اللوي ونقرص بحال هكا اللوي ونقرص باش البلاصه اللي غليظه تسرح لينا وما تجيش ما يجيش معجن. صافي بحال هكا تنجيب هاد الجلاب هكا وتنخشيهم هنا وتنحاول ندير بحال التقيب هكا صافي وتنقرص هكا من الفوق. ضروري تقرص من الفوق. هانتوما شتو صافي غنكمل العجينه كامله ديالي. صافي البنات راه خمر ليا دابا سميتو سلام منوي ديالي غنحط في العالم المقله تسخن صافي غنبدا نقرص فيه هي نكرصو بالزبيده باش البنينه درت الزبده والزيت ها هو راه ولا طاب خليته حتى يرتاح هو راه المنوي قد ما خليته قد ما راه مزيان. غنبدا نطيب فيه المقله هاي ديالي سخنات ايوا نضرب الزوق المسيمات والمنويات صافي ونكمل الشيء الاخر. البنات تنقلقله فيه بحال هكا من جوج جوايه تنقلبو وتنديرو تنزيد شويه الزبيده ها هو شوفوا كيفاش تيجي تيجي محمر وتيجي زوين. البنات صافي غنبدا نحط هذا الشيء هنايا في هاد هذه اللي كانت تخليت ديك المره غنحط فيها شويه هنايا هاد الكيكيات خديتهم البارح نحطهم هكا نجيب منهم شي وحيده بحال هكا ونخلط الفاكهه بعض الفاكهه ما خلطتهاش نخلطها في هذا هنايا باش نحطها ونجيب نحطها هنايا حتى هي نعطر بيها واش غندير عاوتاني ندير شويه الفرماج ياكو ندير شويه الفرماج ندير شويه الفرماج حتى هو نحطو حتى هو الى تنتلف والله العظيم اللي تنتلف تصعب باش شي مره تحطي حطي شويه الفرماج ياك بحال هكا ها هو صافي غنحط الزيت العود حتى هو زيت العود نحطو ها هو بحال هكا صافي شنو بغات الزويته عارفة تعجبها الزيت صافي هادو هما هادو هو اللعيبات لي عمرت بيهم صافي بحال هكا نرجع كل حاجة لبلاصتها روينا روينا البنات حيت نحيد عليا هادي باش نكون حاجه نحطها انشيت شريت هاد القرص حتى هنا نحطو ايوا وصافي القرص هو داك كندير مني البيتزا ياك واش ندير حطيت مزيان البنات ونحط مني البيتزا بحال هكا وصافي صافي. انا ما عنديش داكشي ديال الحطام ديال داكشي ديال البريس ويلي ويلي لا اله صافي حطيت هاد القرص حتى هما نحطو صافي ونقاد البغرير غنقاد انا البغرير غنقاد الملوي وغنقاد ميني بيتزا صافي العصير راني طحنت العصير. فاطمه من المحطه هي جات وصلات يلا صحات ليا نمشي نجيبها دابا من المحطه مابغيتش نخليها تسنى خاصني نمشي بالزربه. ايوا ايوا غنمشي نشد الطاكسي ونمشي نمشي عندها فرحانه والله العظيم الا فرحانه جايه عندي
الله يوصلها على خير. والله غادي ولا فرحانه عزيزه عليا ديك السيده. يلا هانتوما غتبقاو معايا. والله وصلت دابا المحطه، قالت لي انا دابا في الدخله. ايوا بعدا وصلت قبل منا، ماشي هي وصلت قبل مني تقد تسنى. ايوا انا غنتسناها دابا حتى توصل ان شاء الله، الله يوصلها على خير. فاطمه جات، هيا وصلتي والخنفوس ديالها. ها فاطمه على السلامه. وفين بصيني بصيني بلاتي صاحبتي جات، الله يعول على سلامتك. الله يسلمك على سلامه الخنفوس. اول مره جات على سلامتك. الله يسلمك. ما تصحلو تتسنى فيها، والله العظيم في الصحله تتسنى فيها. راه من الصباح انا كنقول لها مفاجاه الزينه. اي والله الله يجيبك على خير. قولي لها هزي التليفونات. وين نسيت الباكاج ديالها؟ وين على وين تحويجها؟ رسيت حويجها يا وين على المصرفقه. اوين عطاك ما تاكلي. ها هو خرج ليها حويجها. عتاي نسات حويجها وغادا. اشوفك البوسات ديري في البوسات، ديري في البوسات، ديري في البوسات. نحلها حليها وديريها في البوسات. واخا عدت البوسات. عرفتي نسات الباكاج ديالها وغاديه بحال مصطي. ويلي ضحكتلي. يلا زدي نجرو الباليزه نمشيو. يلا اختي مع ماما. تلاقينا مع ماما وخالتي. على المغزالات خيرين، على سلامة فاطمة. مرحبا بيا بخريم كاع. ناري ماما تتغوت. مرحبا ماما، مع الصحة. وين أختي وين أختي؟ وين على الرجالة؟ وين على الرجالة؟ وين على الرجالة؟ ما شاء الله. عندك ما تهزيش ما تبينيش. اللهم بارك، اللهم بارك. مرحبا بيا بخريم كاع. مرحبا بك. الله 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 يصلح لك. بيني وبيني مع امك من اول يوم وصلنا. فاطمه جات وليدها جا. مرحبا بكم. على راجل الكرسي مرحبا بكم. سمحي لي اويلي ديما كنقول فوقاش غناكل طيب الهام. هانتوما شنو وجدت البيتزا اختي كيعيش بيك. سيربي سيربي قبل ما ناكل عليك. هانتوما اوه لا حليوة لا الهام. يا سلام والله العظيم. سمحي لينا خانتو الهام، صدعنا تا خانتو الهام. ها قبلي علينا وصافي. قلت لهم شوفوا بغيت ديما قلت لها ناكل شهيوة الهام. هانتوما شوفوا 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 المروي، شوفوا المروي. والله الا جبتني الله يرضيك الصحه. عاد نصور لهم الطبله ونشوفوا. قولوا لي كي جاتكم الطبيله اللي حطيت، كيفاش جاتكم؟ قولوا لي الاقتراحات ديالكم. كبروا بفاطمه. يا فاطمه انت تحليكم. مرحبا اختي فاطمه. مرحبا والف مرحبا. مرحبا بوليدك. كنت توحم عليك بزاف عرفتي. وكون شفتي يا ولدي شحال كنت كنتوحم على الهام.
ناني ناني كنحيدها راجلها كتقول لي خويا ذكريات مع فراسكم مش عندنا مازال معايا فيديوهات اخرين غتبان معايا فاطمه تهلاو لي فراسكم